لكن اللي ربحوا معنا هن هذا التصويت كان هالاسبوع، حنان ابو زيد 14%، جان كوزيون 45%، احمد نون 41%. لكن نحن بدنا نقول انه حنان انت كثير منيحه، بس هذا التصويت جان مبروك، واحمد نون مبروك، لانه جان عم يغني بالارمني، يعني احنا نعتبر مثلا بالسيكانس الغربيه ما بتحل محل الشرق، يعني ما بيعترضوا مع بعضهم، الغربي عم بيطلعوا اذا منيح، واذا قريب الشرقي عم بيطلعوا جميلا اذا كان حدا عم يغني عربي. لو كانوا اثنين عربي 45 41 كان بيطلع على 45. بس بنقول مبروك لجان، مبروك لاحمد، مبروك لساكو، مبروك ساكو، طيب. لكن في معنى على الخط، مين هلا على الهواء نقول له مرحبا؟ ساكو. ساكو على الهواء، ساكو مبروك. ميرسي حبيبي، الله يعني غنيت كثير هني هذيك الجمعه. ثانك يو على راسي. ايه على راسي. لا ما غنيت على راسك، غنيت من كيف على الكرسي كنت قاعد. جان معنا؟ جان كيفك؟ كيف صحتك؟ مبروك. ميرسي. شو اخبارك؟ ليك هاينك انشوشت، كيف؟ عم بتقدم انا صرت انشوشت. ليك جان مبروك، بدي اقول لك شغله، انت غنيت في كتير غنوا من زمان بالبروغرام أرمني، يعني في أرمن عم بيغنوا إنجليزي، في أرمن عم بيغنوا عربي، من الأرمني اللي غنوا أرمني غنوا بس كانوا ما عندهم التكنيك اللي عندك إياها، هذه التكنيك اللي عندك إياها كانت أنت very genuine، يعني أصلية مبينة من جاي متشربة من كأنه بلاد السلاف وبلاد أوروبا الشرقية عم تغني فيها كتير حلو. فيك تعطينا إكزامبل شوي بترجع تذكرنا أو إذا بتحب تغني غنية تانية يكون فيها صعوبة، بهمني أنا بين الطاقات تبع صوتك يعني. مجرب غير غنية. يلا بس تكون صعبة كمان. أوكي. يلا قول. عم بتذكر أفلوس نجا على دير ما داكون عم بتذكر أفلوس نجا على دير ما داكون أرض أبغان سنيم جنبا كرتام ياريس دون أرض أبغان سنيم جنبا كرتام ياريس دون سرس كخني طاب منا سرس ياريس الله سرس كخني طمانا سرس ياريس جامبك بيدي تشي مانا تأور جلتام جنبك بيدي مانا تأور جلتان يعطيك العافية جان، كتير حلوة فظيعة، فيها مسافات للصوت. فيك تغنينا سعادي لذة ونشاط بس كلمة مرة؟ سعادي لذة ونشاط حياة مرحة وسعيدة جان مبروك. ميرسي ميرسي. لكن نحن شو قلي؟ بدي اشكر لكل اللي صوتوا لي. ايه احنا كمان. بدي رحب لكل الفرق جي ان جي وتحياتي لك ولساك خاص. جي ان بي؟ لا جي ان جي. جي ار جي سوري. لا اوكي جو ولا يهمك. ليك اصلا هي جي ار جي اسم البند كانوا شي غساله، اسم غساله بيي من انا صغير ضل لي خيي اسمك غسان رحباني تيجي تعمل لي جي ار جي شو غساله هي. ليك جان بقول لك مبروك، واكيد القيمين على البرنامج بكفوا بيتصلوا معك بيتصلوا فيك حتى يشوفوا كيف معك، بدهم يكفوا لنوصل للفينال. موفق ومبروك. اوكي.